ونعيد الفيديو. السلام عليكم، شلونكم؟ وايد نسمع عن الجلوتين انه مضر للجسم، والامعاء ما تقدر تمتصه، والمعده ما تقدر تفككه. خل اقول لكم، حمض المعده يذوب حتى الحديد، فشنو الجلوتين؟ الجلوتين هذا نوع من انواع البروتين. صحيح انه يعني صعب الهضم، بس يتهضم صعب، يعني شلون اللحم صعب الهضم لانه قوي حيل. ودائما نروح السوق دائما مكتوب على اكثر منتجات نو جلوتين نو جلوتين نو جلوتين. ليش انتم خايفين من الجلوتين؟ شخص واحد اللي ما ياخذ اي شيء فيه جلوتين، شنو اللي عنده حساسيه من الجلوتين؟ اذا انت ما عندك حساسيه او ما عندك حساسيه اكلي عادي، ما في اي مشكله. قل له منو اللي عنده حساسيه من الجلوتين؟ بالعكس، لا تصير وسواس، اشتر اي منتج بخاطرك مدام ما عندك حساسيه من الجلوتين عادي. اكل اي شيء فيه جلوتين، ان شاء الله لو تاكل تكييف اكله، حتى لو في مليون جلوتين لا تخاف، لا يقصون عليكم. دائما الناس حاش صار فيها وسواس، واكثر المنتجات اللي نو جلوتين نو شنو نو جي ام او كلها قاليه، فاشياء هذه تجاريه قاعد تاخذ فلوسكم على الفاضي. انتبه، امورك طيبه اكل اللي تبي، لا تصير دقيق وتطالع وشنو.